عندك حاجة لو عايز تشوف ايه اللي موجود جوه السنة او ايه اللي موجود جوه العظم عشان تقدر تشخص بطريقة كويسة، اعمل اكس راي. Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. الاكس راي هي الكترومغنيتيك راديشن، بتمشي زي الضوء بس الفرق ان هي اقوى من الضوء اللي احنا بنشوفه بعينينا. الاكس راي اكتشفت بالغلط عن طريق العالم الالماني ويليم رونتجين سنه 1895، واللي اساسا كان مصور وبالغلط اكتشف الاكس راي في خلال فتره عمله كمصور. ومع الوقت الاكس راي بقت حاجه مهمه جدا في التشخيص في المجال الطبي. على الرغم من ان الاكس راي حاجه كويسه وبتساعدنا جامد في التشخيص، الا ان انا لازم اتجنب ان انا اعمل اكس راي للعيان لو الحاله مش محتاجه، لان الاكس راي برضو ممكن يكون ليها اضرار على المدى البعيد لو اتعملت كتير. تعالوا نبص لجهاز الاكس راي بيشتغل ازاي. جهاز الاكس راي بيبقى مكون من دايره كهربائيه بيدخل لها تيار كهربائي عالي، والدايره دي اخرها فيه كاثود وانود. زي ما احنا عارفين من الثانوي العام، الكاثود بيطلع الكترونات، فلما التيار العالي بيدخل بيسخن الكاثود لدرجه حراره عاليه وبيخلي الكاثود تطلع الكترون. الالكترونات دي بتمشي بسرعه عاليه وبتخبط في معدن موجود جوه الجهاز، ونتيجه السرعه العاليه بتاعه خبط الالكترونات الاكس رايز بتتكون وبتخرج بره الجهاز في المكان اللي انا بوجهه فيها. طبعا جهاز الاكس راي بيبقى فيه حاجات تساعد على الكلام ده ان هو يحصل، زي بيبقى فيه كوبر رود او عمود نحاس عشان يساعد فيه ان هو يوزع الحراره نتيجه السخونيه الشديده، والكلام ده كله بيحصل جوه اوضه ازاز صغيره مفرغه من الهواء وفاكيوم. قوه الاكس رايز زي ما قلنا بتبقى اعلى من الفيزيبل لايت، نتيجه ان الاكس رايز التردد بتاعها اعلى واضعف شويه من الجاما رايز. فكرة صورة الاكس راي عندنا هي عبارة عن ان اشعاعات الاكس راي بتخرج من الجهاز وبتبقى موجهة على الاسنان او على الوش او على الجسم. والفكرة ببساطة ان كل ما الحاجة امتصت الاكس رايز اكتر، كل ما الاشعة اللي هتوصل للفيلم او اللي هتوصل للسنسور هتبقى اقل. عندنا في الجسم بيبقى فيه حاجات بتمتص الاشعاعات اكتر من بقية الحاجات التانية زي العظم، ولو في حتة فيها فراغ الاشعة بتعدي فيها بسهولة وما بتمتصش. عندنا في الاسنان اشهر انواع الاكس رايز هي البري ايبيكال اكس راي والبايت وينج والاوكلوزال اكس راي. دول بنعتبرهم انترا اورال اكس رايز، اللي هو بحط الفيلم او السنسور اللي بيسجل الاشعه اللي عدت جوه بق العيان. وعندنا الاكسترا اورال هي البانوراما والسفالومتري. اكتر اشعه بنستخدمها هي الانترا اورال بري ايبيكال، من اسمها بتصور السنه والايبكس بتاع السنه بتاعتنا. البري ايبيكال بتتصور عن طريق ان انا بحط فيلم الاشعه او السنسور من الناحيه الداخليه من الاسنان، وبوجه الكون او بوجه جهاز الاكس راي بتاعي من الخارج ان هو يوجه الاكس رايز على الاسنان ويعدي الناحيه الثانيه يصور لنا الفيلم. لو في اي مشكله في الاسنان زي التسوس او التهاب او اي حاجه هتبان. البري ايبيكال ميزته ان هو بيبين لنا السنه بالجدر كلها على بعض حته واحده. بس لو انا عايز اشخص تسوس او حاجه، كون ان الاشعه مش متركزه ان هي تخلي الكراون بتاع الاسنان في وسط الفيلم، لو عندي تسوس صغير او حاجه مش هقدر اشخصه بطريقه كويسه زي البايت وينج. يفضل ان انا استخدم البايت وينج في الحالات اللي انا عايز اشخص او اشوف التسوس، لان البايت وينج بيبقى موجه على الكراونز بتاعت الاسنان اكتر، الى جانب ان هو بيقدر يصور اسنان الابر او اللور تيث كلهم مره واحده. البايت وينج من اسمها ان هي اسمها بايت وينج، انت بتعض على جناح خارج من الفيلم او خارج من السنسور بحيث ان الفيلم يبقى موجود ما بين الابر واللور تيث. ميزه البايت وينج ان هي بتقدر تخليني اشوف السنان اللي فوق واللي تحت كلهم مره واحده. واكتر استخدامات ليها ان انا عايز اشوف لو في تسوس في الاسنان البوستيريور في كل جنب ولا مفيش تسوس، لان السنان البوستيريور تقريبا كلها بتطلع لي في فيلم واحد، ببقى مركز الاشعه ان هي تبقى نازله على الكراون بتاعه الاسنان. بالذات لو في عندي انتر بروكسيمال كيريس صغير وفي بدايته هقدر اشوفه حلو قوي بالوايت وينج، وبرضه لو عندي في بدايه تاكل في العظم اقدر اشوفه كويس بالبايت وينج. ففي حالات الاوبرتيف يفضل استخدم بايت وينج، حالات الاندو او حشو العصب يفضل ان انا استخدم البري ايبيكال اكس راي، وفي نفس الوقت لو انا عايز اشخص اي حاجه موجوده في الجذور بستخدم البري ايبيكال اكس راي. يعني مثلا لو انا عندي خراج او اي حاجه تحت الضرس يفضل ان انا استخدم البري ايبيكال اكس راي. تالت انواع الانترا اورال اكس رايز اللي عندنا اللي بدأ استخدامها يقل قوي هي الاوكلوزال اكس راي. الاوكلوزال اكس راي ميزتها ان هي بتقدر تجيب لي مكان الحاجه باكولينجوال. يعني ايه؟ يعني لو عندي خراج او سنه مدفونه جوه الفك بتاع العيان مش هقدر اعرف مكانها هي بره او مكانها هي جوه غير لما اصور من فوق عشان تجيب لي البعد الثالث اللي انا مش قادر اشوفه في البري ايبيكال او في البايت وينج اكس راي. استخدام الاوكلوزال بدا يقل جامد لان انا بدل ما اصور العيان بري ايبيكال مع اوكلوزال يفضل ان انا اصور سي بي سي تي او اشعه ثلاثيه
هندسية الأبعاد أو الأشعة المقطعية اللي من خلالها تبين لي الحاجة 3 dimensional أحسن ما أصور الإكسري العادية. بالنسبة للإكسترا أورال إكسريز، عندنا أشهر أنواع الإكسترا أورال إكسريز هي البانوراما اللي هي عبارة عن أكني صورت بري إبيكالز للأسنان كلها مرة واحدة. ميزة البانوراما ان هي انه بعدد اشعات اقل وجرعة اشعة اقل اصور الاسنان بتاعت فك العيان كله، الى جانب ان انا اصور فك العيان نفسه والجيوب الانفية وكل surrounding structures اللي موجودة حوالين الاسنان. لان انا مثلا لو عيان دخلي وعايز اكشف اشوف عنده تسوس ما بين الاسنان ولا لا، صعب ان انا اصور له x-rays كتيرة periapical او bite wing. الاحسن ان انا اصور له panoramic x-ray اللي برضو بيبقى عندها ميزة ان الفيلم بيبقى موجود بره بق العيان زي ما احنا قلنا extraoral، فبتبقى اسهل على العيان ومريحة اكتر، الى جانب زي ما قلنا جرعة الاشعة بتبقى اقل. عندنا الاكسترا اورال التانية اسمها اللاترال سيفالومتري. لو انا عايز اشوف علاقة الفك اللي فوق بالفك اللي تحت انتروبوستيريورلي، او علاقة الفكين بالكرينيال بيز بتاعت العيان، ودي اكتر استخداماتها بتبقى في حالات التقويم وعايز اشخص هل الاسنان خارجة لبرة ولا الاسنان مكانها سليم بس المشكلة في عظم الفك هو اللي خارج لبرة. هقدر اشخص الكلام ده كله باللاترال سيفالومتري. دي في الغالب دكاترة التقويم هم اللي بيستخدموها عشان يشخصوا المشاكل بتاعة شكل الوش من تحت. عندنا حاجة اسمها البكل اوبجكت رول او السيم لينجوال اوبوزيت بكل. البكل اوبجكت رول يا جماعة ده احنا بنعمله واحنا بنصور البري ايبيكال في الاسنان المالتي روت تيث، وانا بصور بري ايبيكال لو انا عايز اعمل علاج جذور للعيان وعنده كذا قناة عصبية موجودين اللي في الغالب بيبقوا بكل ولينجول. لو انا صورت بري ايبيكال عادي البكل واللينجوال هيبقوا قدام بعض وبينين عندي في الأشعة خط واحد. عشان أقدر أصور الاتنين بصور بيري إيبيكال بس بعمل شيفت أو بحرك جهاز الأشعة ناحية الميزيال شوية. هستفيد إيه؟ هستفيد إن الأشعة هتبقى جاية من الجنب، أكن عندك اتنين واقفين قدام بعض. لما أنت تصورهم قدام بعض اللي قدام بس هو اللي هيبان، لما تصورهم من الجنب الاتنين هيبانوا عندك. طيب أنا في الأشعة عايز أعرف مين البكل ومين اللينجوال. لو أنت حطيت صباعين قدام بعض قدام عينك وحركت ناحية اليمين، هتبص هتلاقي الصباع اللي بعيد عنك هو اللي جه ناحيتك والصباع القريب منك مشي الناحية التانية. نفس الفكرة هنا، بيقول لحضرتك ان عندك حاجة اسمها سلوب رول اللي هو السيم لينجوال اوبوزيت بكل. يعني انا لما اعمل البكل اوبجكت رول او اعمل الشيفت بتاع جهاز الاشعة عشان اشوف الجدرين، انا عارف ان انا وجهت جهاز الاشعة من ناحية الميزيال، حركته ميزيالي. القناة او الجدر اللي هشوفه ناحية الميزيال هيبقى هو ده القناة او الجدر اللي بعيد عن جهاز الاشعة اللي هي بتبقى لينجوال او باليتال، لان جهاز الاشعة بيبقى جاي من بكل. ده بيساعدنا ان انا اشخص وابص على الجدرين في نفس الوقت وابقى عارف مين البكل ومين اللينجوال من غير ما اتلخبط منهم. طيب بعد ما فهمنا انواع الاكسريز، تعالوا نفهم مع بعض ايه الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في الاكسري. الاشعه هتطلع عندي بدرجات من اول الابيض الفاتح قوي للاسود الغامق قوي. اتفقنا ان الحاجات اللي هتبان ابيض قوي دي الحاجات زي المعادن اللي امتصت كل او معظم اشعه الاكسري، فده بيخلي الفيلم او السنسور عندي يبان ابيض جامد قوي. الحاجات اللي بتمنع مرور الاشعه وبتبان بيضة في فيلم الاشعه اسمها راديو اوبيك ماتيريالز او راديو اوبيك ستراكشرز. في المقابل في حاجات كثافتها او وزنها النوعي بيبقى اقل شوية بتسمح بمرور نسبة كبيرة من اشعة الاكسري. اكتر حاجة بتسمح بمرور اشعة الاكسري هي الهواء. يعني انا لو جبت اشعة الاكسري وحطيتها على الفيلم على طول وصورت، هبص الاقي الفيلم كله بقى اسود نتيجة ان كل الاشعة وصلت. اللي بتعدي الاشعة وبتبان سودة راديو لوسنت. عندنا في الضوء بنقول على الحاجات اللي ما بتعديش الضوء اوبيك ماتيريال، والحاجات اللي بتعدي الضوء ترانسلوسنت ماتيريال. نفس الفكره في الاشعه، الحاجات اللي ما بتعديش الاشعه خالص وبتبان بيضه بيبقى اسمها راديو اوبيك، الحاجات اللي بتعدي الاشعه وبتبان سودا اسمها راديو لوسنت. بس الاشعه يا جماعه مش ابيض يا اسود، بيبقى فيها درجات من البياض والسواد اللي هو بيبقى ميكس من الجري. كل ما الحاجه كانت راديو اوبيك اكتر كل ما عدتش الاكس راي اكتر، كل ما كانت راديو لوسنت اكتر كل ما عدت الاكس راي اكتر. تعالوا نعرف مع بعض ايه اكتر حاجات ما بتعديش الاكس رايز عندنا في الاسنان. رقم واحد المعادن. لو العيان عامل حشوة معدن زي الأمالجم وعامل تركيبة كراون اللي بيكون معمول برضو من المعادن، السن أو الدرس ده هيبان أبيض قوي. أكتر حاجة بنشوفها بيضة قوي في بق العيانين هو المعادن سواء حشوات أو تركيبات. بعد المعادن في عندنا حاجة بتبان بيضة قوي بس بتبان بيضها أقل من المعادن اللي هو الإنامل أو طبقة المينا اللي بيكون مليان كالسيوم وفوسفورس، وده بيساعده ان هو يمنع بنسبه كبيره مرور الاكس راي. يجي بعد الانامل الدنتين. الدنتين تقريبا نفس مكون الانامل بس الفرق ان هو الكالسيوم والفوسفورس فيه اقل. بعد الدنتين
بنقدر نشوف الكالكولوس او الجير اللي هو بيبقى عباره عن ترسبات من الكالسيوم والفوسفورس اللي بتبان راديو بيك بس اقل شويه من الحاجات اللي قلناها قبل كده. دول يا جماعه نقدر نقول عليهم الراديو بيك ستراكشرز، الحاجات اللي بتبان بيضه بس حسب درجه البياض بقدر افرق ما بينهم. وكمان مش عايزين ننسى العظم اللي موجود حوالين الاسنان اللي بيبان عندنا راديو بيك. طيب ايه الحاجات اللي بتبان سودة في الاشعة اللي هي الحاجات اللي بتسمح بمرور الاكس راي وتبان في الفيلم عندي اسود؟ لازم نبقى عارفين يا جماعة ان الاسنان دي في النص في عندنا حاجة اسمها بلب، عبارة عن سوفت تيشو. اي سوفت تيشو سواء بلب او اللثة او اي حاجة مش معمولة من هارد ستراكشر دي هتبان سودة. عندنا برضو يا جماعة لو التسوس بتاع الاسنان حصل، البكتيريا طلع اسيدز اللي بتدوب الكالسيوم والفوسفورس الموجودين في الاسنان، ده هيخلي التسوس او الكيريز يبان عندنا اسود وراديولوسنت في الاشعة. يعني انا في الاشعة عندي لما ببص ولاقي الانامل او الدنتين فيهم جزء اسود شكله مش متناسق بعرف ان ده تسوس. وبرضو الليجنز او الحاجات اللي بتحصل في العظم زي الخراج الابسس او السيست او الحاجات اللي بتاكل من العظم بتاع الفك لو حصلت نتيجة ان التهابات العصب حصلت، الحاجات دي بتعمل تآكل في العظم ممكن تخلينا نشوف العظم راديولوسنت. فلو انا لقيت سنة موجود من تحتها اسود بعرف ان ده في الغالب يا اما ابسس يا اما سيست، وبفرقهم بطرق كتيره زي الحجم وزي التناسق بتاع الليجن، هنتكلم عنهم في فيديو تاني ان شاء الله. ده الاكس راي العادي بتاعتنا. لو بصينا هنلاقي الاسنان عندها من بره انامل وفي النص في دنتين وفي النص في بلب زي ما اتفقنا. حوالين الروتس يا جماعه ما بين الاسنان وما بين العظم اللي حوالين الاسنان هنلاقي فيه خط اسود رفيع راديولوسنت. الخط ده هو البريدونتال ميمبرين سبيس او البريدونتال ليجمنت. دي الفايبرز بتاعه البريدونتال ليجمنت اللي ماسكه السنان في العظم، لان احنا عارفين الاسنان مش ماسكه في العظم على طول. بره البريدونتال ليجمنت هنلاقي العظم على طول، بس اول حته في العظم هنلاقي العظم فيها ابيض اكتر شويه عن بقيه العظم. الحته دي بيبقى اسمها اللامينا تيورا. تعالوا نتكلم على حبه اناتوميكال لاند ماركس عندي في الاشعه ممكن اشوفها حوالين الاسنان. اهميه ان انا ابقى عارف الاناتوميكال لاند ماركس عشان ابقى عارف هل دي حاجه طبيعيه ولا العيان عنده مشكله ومحتاج اعالجها. الاناتوميكال لاند ماركس دي حاجه عاديه وموجوده عند كل الناس، ما تعتبرش ديفكت او تعتبرش حاجه وحشه في الاكس راي. لو انا بصيت في البانوراما عندي في اللور انتيريور ريجن او صورت بيري ايبيكال في اللور انتيريور ريجن هلاقي في دايره راديولوسنت صغيره تحت السنترال انسايزرز، دي بتبقى اللينجوال فورامن. لو بصيت عند كل الناس هلاقيها موجوده عادي، فانا لو شفتها مش هعتبرها ان هي حاجه غريبه او اعتبر ان هي عن العيان عنده مشكله او حاجه جوه العظم. ممكن اشوف برضو في اللور انتيريور مثلث راديو اوبيك تحت اللور انتيريور. كون ان هو راديو اوبيك فبديهي بعرف ان هو حاجه قوية او عظم مش فورامن. يعني احنا عارفين ان الفورامن دي بتبقى فتحة جوه العظم او ثقب جوه العظم فهيعدي الاكس راي اكتر فهتبان راديولوسنت. بس انا لو لقيت حاجة لونها راديو اوبيك بعرف ان هو حاجة ما بتعديش الاشعة اكتر. فعندنا في اللور انتيريورز بلاقي مثلث اسمه المينتال ريتش موجود تحت اللور انتيريورز. لو انا بصور البري ايبيكال اكس راي ومنزلها لتحت جامد قوي او ببص في البانوراما هلاقي الانفيريور بوردر بتاع المندبل او طرف المندبل من تحت بشوفه راديو اوبيك اكتر من العظم العادي بتاعنا. لازم نبقى عارفين يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى خالق السطح الخارجي بتاع العظم في معظم الحالات بيبقى راديو اوبيك اكتر من العادي، زي ما شفنا قبل كده في اللامينا ديورا اللي بتبقى ما بين البريدونتال ليجمنت بتاع الاسنان وبين العظم. اللامينا ديورا دي قلنا عليها قبل كده ان هي جزء راديو بيك في الطرف بتاع العظم ما بينه وبين الاسنان. نفس الفكره في الانفيريور بوردر بتاع المندبل هنلاقيه راديو بيك اكتر من العادي، والعظم في النص بيبقى راديو بيك بس بيبقى راديو باسيتي بتاعته اقل. لو انا بصيت في اللور بريمولر مولر ريجن هلاقي في البريمولر ريجن حته راديو لوسنت. كون ان انا قلت لحضرتك ان هي اناتوميكال ستراكشر وراديو لوسنت اعرف على طول ان هو فتحه جوه العظم او ثقب جوه العظم، دي بيبقى اسمها منتال فورامن. دي بتبقى في منطقه البريمولر ريجن قريبه من السكند بريمولر وبتبقى مدوره ودي بيخرج منها المنتال نيرف والفيسلز. مش عايز لو بصيت في الاشعه بتاعه اللور بريمولر وشفت المنتال فورامن افتكر ان هي حاجه وحشه زي تاكل في العظم او حاجه، لازم اعرف ان هي المنتال فورامن. لو بصينا في المولرز هنلاقي في خط راديو بيك هعرف على طول ان هو ريدج او عظم متكون زياده بيبقى اسمه المايلوهايويد ريدج. بيبقى خط راديو اوبيك ماشي دياجونال تحت او قريب من الايبكس بتاع اللور مولرز، ده المايلوهايويد ريدج اللي بيمسك فيه المايلوهايويد ماسلز. عندنا اناتوميكال لاند مارك مهم قوي في المندبل في اللور بوستيريور مندبل اسمه الانفيريور الفيلر كانال اللي بيكون ماشي فيه الانفيريور الفيلر نيرفو فيسلز، ده بيبقى زي القناه راديولوسنت بس زي ما قلنا اطرافه بتبقى راديو اوبيك. هي القناه في النص بتبقى مفرغه
ماشي فيها النيرف والفيسلز وحواليها العظم بيبقى راديو اوبيك. اي اناتوميكال ستراكشر او فتحه في العظم بيبقى حواليها راديو اوبيك بوردر. عندنا برضو الاكسترنال اوبليك ريدج، ده بنشوفه في البوستيريور ماندبل، اكني وانا نازل من الماندبل من فوق اتزحلقت لتحت اكتر بخط راديو اوبيك، بيبقى اسمه الاكسترنال اوبليك ريدج. لو دخلنا على الابر بوستيريور ريجن هنبص هنلاقي عندنا حاجه اسمها كورنويد بروسيس. الماندبل زي ما احنا عارفين فيه كوندايلويد بروسيس اللي هي الكوندايل وكورنويد بروسيس. كورنويد بروسيس دي لو انا بصور الابر بوستيريور هلاقي الظل بتاعها عشان هي عظم، هلاقي راديو اوبيك ستراكشر عامل زي المثلث موجود في الابر بوستيريور ريجن. لو دخلنا على المجزله يا جماعه هنبص هنلاقي في الابر انتيريور ما بين الابر تو سنترالز خط راديولوسنت رفيع، كون ان هو راديولوسنت اعرف ان هو فتحه او فراغ، بيبقى اسمه الانتر ماكسيلري سوتشر. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق المجزله، المجزله كونت على نصين وفي النص مسكوا في بعض في سوتشر، هو ده الانتر ماكسيلري سوتشر ما بين اتنين ماكسيلري بروسيس ساعه ما المجزله كانت بتتكون. ممكن اشوف برضو في نفس المكان ده راوند او اوفويد راديولوسنت اريا اللي اسمها الانسايزف فورامن اللي بيعدي منها الانسايزر نيرف وفيسلز اللي بيغذي لي المنطقه دي. بنشوف يا جماعه برضو في المنطقه دي بتاعت الابر انتيريور تيث حته راديو اوبيك في النص بالظبط واقفه بالطول، ده بيبقى النيزل سيبتم اللي بيبقى في وسط المناخير بالظبط. في نفس المكان برضو بنلاقي خط راديو اوبيك في الميد لاين عامل زي حرف الفي نازل لتحت، ده بيبقى الانتيريور نيزل سباين، ده اناتوميكال ستراكشر موجود بره الانتر ماكسيلري سوتشرز. لما بيلحموا مع بعض بيخلوا النصين بتوع المجزله وهم بيلحموا يخرجوا لبره بيكون لنا الانتيريور نيزل سباين. في الابر انتيريور برضو بس بنلاقيها اكتر فوق اللاترالز الفلور بتاع النيزل كافيتي، فتحات الهوائيه بتاعه التنفس العظم حواليها بيبقى راديو اوبيك، هي نفسها راديو لوسنت، النيزل كافيتي بتبان راديو لوسنت بس العظم بتاعها او العظم اللي حواليها بيبقى راديو اوبيك زي ما قلنا. لو انا بصيت على الروتس بتاعه اللاترال انسايزرز ولقيتها راديو لوسنت ما قلقش، لان في الغالب ده اللاترال او الانسايزف فصه اللي بتبقى موجوده في المكان بتاع الابر لاترالز وبتبان راديو لوسنت، المفروض ما تلخبطش ما بينها وما بين ان هي ابسس او اي حاجه تانية. لما برجع لورا شويه بلاقي عندنا حاجه اسمها الواي لاين اوف انس او الانفيرتد واي لاين، ده بيجي يا جماعه نتيجه السوبر امبوزيشن. يعني ايه؟ يعني عندنا اتنين اناتوميكال ستراكشرز بيبقوا فوق بعض بيبانوا في الاكس راي عشان هي حاجه 2 دايمنشن بيبانوا ان هم حاجه واحده. الفلور بتاع النيزل كافيتي اللي احنا قلنا عليها مع الماكسيلري ساينس اللي موجود ورا بيتقابلوا فوق بعض في الاشعه بيبانوا ان هم حته واحده، بيدينا شكل الواي لاين اوف انس او الانفيرتد واي شيب ده. وزي ما قلنا اللي ورا الواي لاين اوف انس ده هو الماكسيلري ساينس، وزي ما اتفقنا ان اي بوردر بيبقى العظم فيه راديو اوبيك. الماكسيلري ساينس بيبقى في الغالب موجود في البوستيريور ماكسيلا بالذات فوق الابر فيرست مولر، ولازم نبقى عارفين يا جماعه ان الماكسيلري ساينس مكانه بيتغير مع الوقت، يعني ممكن تعمل العيان اشعه تبص تلاقي كمان سنتين ثلاثه حجم الساينس اتغير او مكانه اتغير، في الغالب بيكبر. لو بصيت جوه الماكسيلري ساينس هلاقي فيه بوني سبته موجوده بتقسم الماكسيلري ساينس، بتبقى عباره عن خط راديو اوبيك موجود جوه الساينس. لو رجعنا ورا الساينس شويه هلاقي فيه خط على شكل اليو او على شكل الفي او على شكل الجي حسب الزاويه اللي انت بتصور بيها، الخط ده بيبقى راديو اوبيك موجود فوق الفيرست مولر والسكند مولر، ده بيبقى زيجوماتيك بروسيس اوف ماكسيلا، عظمه الماكسيلا بيبقى خارج منها زيجوماتيك بروسيس بتبان في الأشعة بالشكل ده، وبتبقى في الغالب سوبر امبوزد على الماكسيلري ساينس. بفرق ما بين الساينس والزيجوماتيك بروسيس بتاع الماكسيلا ان الساينس بيبقى مكمل لقدام شوية ناحية البريمولرز والساينس شكله بيبقى الريجولر، بس الزيجوماتيك بروسيس بتبقى واخدة شكل زي ما قلنا اليو او الفي او الجي شيبت. لو ركزنا جوه الساينس وصورنا الاكسري من فوق شويه وبصينا في البانوراما هنلاقي عندنا البوستيريور سوبيريور الفيلر كانال، كون ان هي كانال طبعا هتبان راديو لوسنت والاطراف بتاعها بتبقى راديو اوبيك. اي حاجه ورا الزيجوماتيك بروسيس اوف ماكسيلا بتبقى هي الزيجوماتيك بون نفسها وبتبان راديو اوبيك اكتر من العادي. وبكده يا جماعه نبقى غطينا معظم الاناتوميكال لاند ماركس اللي في الماكسيلا والموجوده في المندبل اللي بنشوفهم في البيريبيكال اكس راي او في البانوراميك اكس راي، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله نتكلم على الابنورماليتيز او الليجنز اللي ممكن نشوفها في الاكس راي. نشوفكم على خير.